اللي حصل بعد كده ده رأيي الشخصي طبعا، ومش عارف بقى ربنا يستر على الرأي ده، يعني ان هما في رأيي انقلبوا الى من جيش تحرير الى أسر الى 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 جيش سوري، يعني بياخذ تعليمات من دول غريبه على بلده الاصليه اللي هو المفروض يبقى الانتماء الاول وليها، عنده مصالح متضاربه مع مصلحه البلد الاصلي الذي ياويه، واصبح طموحاته ان يكون قوه اخرى داخل بلد واحد. يعني اخر تصريح اللي سمعته للشيخ حسن بيقول فيه ان حتى لو اتحررت مزارع شبعه وكل حاجه، الجيش الخاص بحزب الله قاعد عشان يحمي ضد المقاومه. المقاومه ضد مين بالظبط تاني؟ او انت بلدك اتحررت وكده، ولا ودي مهمه الجيش القومي بتاع بلد، اي بلد ده مهمه الجيش بتاعها ان هو اللي يحميها، فهو عمل نفسه يعني هو هياخد مطرح الجيش ولا ايه الموضوع بالظبط؟ شوف، حزب الله لحديت 2000 كل الناس كانت معه، يعني بفتكر انه حتى في المنازل العائلات المسيحيه كان في صوره حسن نصر الله لتحرير مزبوط. اسرائيل. بس خلينا نقول انه نرجع وقت بنرجع نحن نفكر اكثر، انه هن وقت خلقوهم بالثمانينات هن خلقوهم ليقووا طائفه كانت تقدم وازدهار كبير جدا، هي الطائفة الشيعية بلبنان. ولبنان نحكي بطوائف للأسف، بس هيدي طوائف مش معناتها بس كيف بتصلي. الطوائف في لبنان هي أحزاب سياسية، يعني هيدي الطائفة بتفكر هيك، هيدي مبادئها سياسية، و يعني كل واحد عنده مبادئ وأفق ونظر معين. هذا الحزب ما لازم ننسى أنه هو ساعد المخابرات السورية بتصفية وإلغاء ما يسمى المقاومة الوطنية. المقاومة الوطنية اللي كانت من الحركة الوطنية اللبنانية ومن اليسار اللبناني، هن اللي أسسوا المقاومة ضد إسرائيل، وأخذوها السوريين وحزب الله للمقاومة الإسلامية اللي صارت مقاومة دينية، واللي اللبنانيين ما كان بدهم أنها تكون مقاومة دينية، لأنه نحن بدنا نقاوم إسرائيل كلنا. وإذا يعني بترجع بتشوف الأرشيف أنه كل اللي عملوا العمليات ضد الجيش الإسرائيلي عندما كان يحتل بلادنا سنة 82 هن عناصر مسيحية اللي عملت هذه المقاومة، ولكن كانت في الأحزاب اليسارية الشيوعية والقومية السورية. فإذا بداية كان في تخطيط، هلأ كنا معهم كلنا مع إسرائيل مثل ما قلت لسنة 2000. بعد 2000 كان هن بالحكم، هن أذكى من حركة حماس بأنهم ياخذوا الحكم بشكل علني، لأنه بيعرفوا تركيبة البلد، هن في الحكم ولكن بالصفوف الخلفية، هن أيام الوصاية السورية حكموا البلد، حكموا الجيش، حكموا المخابرات العسكرية، حكموا الأمن العام، وحكموا كل شيء في لبنان تقريبا. وهيدا اللي عملوه بسبعة أيار. بسبعة أيار رجعوا عملوا نوع من انقلاب في بيروت، خوفوا كل الناس، واليوم هن كلمتهم أساسية عند رئيس الجمهورية، عند قائد الجيش، وعند مدير المخابرات العسكرية، وعند الأمن العام. هيك بتحكم البلد. دي مصيبة بقى. ممكن، بس هن حاكمين، هن لا يبقى يعني أنا رأيي أنت تيجي تقعدي معنا أذكياء كتير وعندهم تخطيط، يعني ما لازم نضيع الأمور. طب ما تيجي تقعدي معنا هنا بقى أحسن بقى لو الوضع لا لا كده. أنا متعايشة أنا وياهم منيح، وأنا بعرف وهن بيعرفوا أنه ما في حدا بلبنان بياخد الحكم وحده إطلاقا. سنة 82 إجا الجيش الإسرائيلي ووضع بشير جميل رئيس الجمهورية اللبنانية، كان 70% من الشعب اللبناني معه، ما قدر حكم، قتل. إجا خيو بعدين، ما قدر مين حكم. اللي قتله؟ لأن في روايتين يعني. لا، في رواية واحدة، في الشخص اللي قتلوه واللي انكمش، اللي هو من الحزب القومي السوري، وقال إنه الحزب بشخص اسمه نبيل العلم واللي سأبه هو من قريتي، واللي هو خارج لبنان، هو اللي أعطى الأمر، وهذا الشخص معروف بارتباطه بالنظام السوري. يعني كان في نظرية تاني بتقول إن هو كان تعاون الأول مع الإسرائيليين، كان في اتصالات، وبعدين يظهر انهم طلبوا منه طلبات كانت يعني غير ما رفضها، وبالتالي كان هو هذا العقاب. يعني دي نظريه تانية يعني. لا، هي نظريه بتقول انه نحن بنقول اب وباط، يعني سمحوا لاغتياله، يعني غمضوا عينيهم، يعني كانت اتفقت المصالح، يعني ان هو لا راضي ده ولا راضي ده. طبعا لان هو كان عايز مصلحه لبنان.
أنا مش معجبة كتير بالرئيس بشير جميل، بحترم تجربته، بحترم اللي كان بده يعمله، بس أنا بعتقد اللي بيحط إيده بإيد إسرائيل التاريخ ما بيرحمه. بفتكر عمل غلطة تاريخية، ما زالوا المسيحيين في لبنان بيدفعوا ثمنه. أنت عملت مقابلة مع فياض سلام وتهاجمت بعد كده من حماس بشدة عقب تغاوي تتهاجمي يسهر او كده، انت عارفه الناس انا فاكرينك طيبه ما بيشوفوك كده مش عارفين ان انت غاويه شكل يعني وكده. انت قلتي ان انت كنت حزينه جدا ان لما شفتي ان انصار فتح بيهربوا ناحيه اسرائيل هربا من جنود حماس، قلتي كده صح؟ صحيح. تفتكري انت كنت لوحدك كاني في الحزن ده؟ يعني انا واحد من الناس برضو كنت حزين جدا من المنظر ده، خاصه انه كان في غباء سياسي. يعني احنا كلنا لما كانوا بيجوا الامريكان يقولوا على موضوع الديمقراطيه وان لازم الانتخابات تقعد، طب هناك حصل الانتخابات وحماس كسبت في انتخابات ديمقراطيه، وهم راحوا كده بجلاله قدرهم لوحدهم واهدروا هذا المبدا لما راحوا اعتدوا على فتح وطيروهم وطردوهم ومشوهم عريانين في الشارع وداسوا على صوره الرئيس ياسر عرفات الله يرحمه. يعني من اكثر الصور إلاما لي انا شخصيا، ان انا كنت اعرفه كويس قوي وكنت احبه، صورة بتوع حماس هم بيدوسوا على صورة عرفات، يعني شيء من الهمجية والغوغاء غير عادي. ما زعلتيش انك زعلتيهم يعني؟ لا ابدا ما زعلت اني زعل، ما بزعل اني زعل حدا، لانه انا بقول اللي بفكر فيه، وانا بعتقد انه المنطقة اذا بدها تضل بهالتيارات المتطرفة المنطقة رايحة للهلاك. هلا يمكن لازم كلنا نجرب هيدي التيارات، انا شخصيا ضدها وانا غير معنيه فيها. لا انا كمان مش عايز اجربها يعني بعد اذنك يعني. يعني ايه بس انه الهيئه يعني كلهم بدهم يجربوها. يعني خدي بالك انت حللتي في الاول مشاكل اللي بتيجي عن التقسيم الطائفي ده والتقسيم الديني انا ما اعتقدش ان احنا عايزين نجرب كده، احنا عايزين يعني احزاب تبقى وطنيه يعنيها في المقام بلدها. صحيح. ما تفرقش بين مسلم ومسيحي ولا شيعي ولا سني ولا شيء من هذا القبيل، لان ما فيش فايده الكلام ده كله، ما يجيبش اي نتيجه وما يفيدش يعني في الاخر. نجيب يعني هيدي فلسطين، هيدي اللي ما كنت تعرف طائفه ولا شخص، نحن عشنا مع الشعب الفلسطيني، ما كنت تعرف مين المسيحي ومين المسلم بيناتهم، ولا من اسمائهم ولا من تفكيرهم ولا من عاداتهم. هيدي اللي حررت الخليج، الفلسطينيين راحوا على الكويت حرروا المراه الكويتيه، ولا يوم شفنا منظر بفلسطين في أي علامة دينية. ليك كيف صار شارع الفلسطيني؟ هذا أمر مخيف. أنا أعتقد أنه لازم كلهم يرجعوا يعيدوا حساباتهم، والسلطة لازم تعيد حساباتها كمان، ما عم تعطي شيء جديد. حماس هيدا الأفق تبعها وهيدي خطتها، ما بيفرقوا معهم إذا خسروا بالسياسة أو لا، هيدي خطة. هلأ أخذوا غزة وما رح يسلموا غزة. لا احنا كمان بالنسبه لنا كمصريين هنا كمان يعني احنا الحيطه المايله، يعني كل إيه؟ ما يعرفوش يعدوا من الناحيه الثانيه يكسروا الحدود بتاعتنا. صحيح. يعدوا يعني احنا النهارده عشان نعدي ناس لابد ان يكون في سلطه معترف بيها هي اللي بتاخد الكلام، انما زي ما جانا هد النظام كله الديمقراطي اللي انا انتخبت على اساسه واختصم السلطه الشرعيه واعتبر نفسي دوله داخل الدوله واجي كمان اخش على حدود اقتحمها وكده، يعني مسألة والشعب الفلسطيني وين؟ والشعب بيدفع ثمنها في الآخر وكده.